ترتيل القرآن الكريم فضيلة الدكتورة عبد الموجود سيد أحمد عطية أبو حبيب سورة يوسف، ترتيل القرآن الكريم فضيلة الدكتورة جازية علي منصور زين ماما حبيبتي سورة يوسف ماما حبيبتي وبابا حبيبي في الفردوس الأعلى، يا رب جعلهم في الفردوس الأعلى نور عيني وتاج راس. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله العظيم. اللهم اجبر خاطر والديك.